حسين يا غريب. اشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها. هذه رسالة للفتاة المسلمة أن تحفظ حجابها. ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، فنيقت دونها ملاءه ضربوا ستر. الآن أنتم حافظين الخطبة إن شاء الله، لكن تأملوا هذه المرأة كم هي عظيمة أحبتي وكم هي مظلومة. جلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء بعد ما خطبت، يعني تتصور هذا المعنى؟ فقط أن واحدة من أنين الزهراء وحزنها فجرت المجلس بالبكاء، مجلس كله بكاء. فلما أرادت أن تخطب القوم استمروا بنشيجهم، وصل البكاء إلى حالة النشيج، يعني كل واحد ما يستطيع أن يسيطر على نفسه من البكاء، لأنهم رأوا رسول الله في صوت فاطمة، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة. ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، فأعاد القوم ثانيا في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقال. انظروا هذا الخطاب العظيم، انظروا هذه الخطبة أحبتي، والله كل كلمة من كلمات الزهراء في هذه الخطبة هي جامعة كبرى تحتاج إلى دراسة علم وعلماء وفقهاء وتفقه. قالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويله، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها. اسمع اسمع، من هو الممتنع من الأبصار رؤيته؟ الله، الله أكبر. هذه الخطبة العظيمة كان يجب أن تكون ضمن الدروس في جامعاتنا، ولكنها مغيبة. ذاك اليوم واحد يبعث لي رسالة من المغرب يقول لي: يا عبد الحميد، نحن لأول مرة نسمع أن لفاطمة خطبة بليغة بهذا الشكل، ما سامعين، من وين يسمعون؟ هذه الآن في حالة انفراج صارت موجودة، أنك أنت تطلع بالفضائيات وتتحدث لملايين الناس يسمعون الكلام، وهذا دليل أن هذا العصر هو عصر أهل البيت، وهذه الحقبة لأهل البيت، ونحن في أيام الظهور وفي عصر الظهور، والعالم كله متجه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها. بعد ذلك استمرت 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 روحي فداك يا سيدتي. ومعها زينب العقيلة عمرها 5 سنين حفظت الخطبة من أمها فاطمة ونقلتها للعالم، ثم قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول حقا عودا وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم.
يعني النبي ما عنده بنات إلا فاطمة، التفت هذا التصريح، ها؟ ودليل قاطع حاسم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي، يعني عند أخ واحد هو علي بن أبي طالب، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، فنطق زعيم الدين وخرصت شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق. ثم خاطبت المنافقين، قالت: وفهتم بكلمة الإخلاص. طبعا هذه الخطبة قبل الهجوم على دارها، لما صار الهجوم على الدار وكسر ضلعها بعد ما عندها قدرة على الكلام بإذن الله. نعم. وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعد اللتيا والتي أو اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا الرسول. من يدفعه للحرب؟ برز الإيمان كله، صح ولا مو صحيح؟ ومن صاحب اللواء الراية؟ من حملها وقلع أبواب خيبر؟ هي تقول هنا اللي الآن المسلمون تنكروا لفضائل علي. شوف الزهراء كيف تتحدث عن فضائل أمير المؤمنين، وكيف تتحدث عن العالم كأنها اليوم جالسة معنا هنا تتحدث عن العالم. تقول: فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. تقول: قذف أخاه في لهوات الحرب فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. هذا علي سلام الله عليه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين. بعد أقرأ ولا كافي؟ وهدر فنيق المبطلين فخر على عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافا ومن خفت موازينه. الشيطان استنهضكم، شافكم خفاف، ما موجود الحق عندكم، الحق عند علي، فاستنهضكم فوجدكم خفافا، انظروا إلى الفصاحة والبلاغة، وأحمشكم يعني أثار غيظكم وغضبكم فوجدكم غضابا، لكن لغير الحق، فوسمتم غير إبلكم. شايف الوسم على الإبل؟ أنتم وسمتم لكن ما وسمتم إبلكم، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم،
هذا والعهد قريب والكلم رحيب الجرح متسع والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. رسول الله لا زال على أعواد المختسل كنا مشغولين به بأبي أمي، والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.